نبدأ مع أولى فقراتنا الحوارية في صباحنا غير لهذا النهار، والحديث عن يوم الأسير الفلسطيني اللي بيصادف اليوم 17/4/17 أبريل نيسان. هذا اليوم التضامني مع الأسرى والأسيرات أيضا الفلسطينيين والفلسطينيات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية اللي أقروا المجلس الوطني الفلسطيني الأعلى عام 74. طبعا ورح نتحدث أمير من جوانب عديدة عن هذا الموضوع، أيضا من الجانب القانوني وأيضا تجارب الأسر القاسية على الأسرى المحررين، وأكيد رح نتحدث عن الحركة الأسيري والنضال الشعبي المناصر لقضية أسرانا البواسل. في هذا الصباح ينضم إلينا في بداية هذه الفقرة الأستاذ محمد خلف أبو تحرير الأسير المحرر. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير والفل والياسمين، صباح الحرية لأسرانا أسيراتنا البواسل، وبتمنى لهم في هذا اليوم الإفراج القريب جدا ويرجعوا لأحضان أمهاتهم وأحضان أهليهم ويتمتعوا بالحرية، وإن شاء الله الحرية الكاملة بعدها، لأنه بتظل الحرية منقوصة. أنا باعتقادي يعني الحرية بالنسبة إلي منقوصة لأنه ما زال هناك أبطال يعانون معاناة رهيبة داخل السجون. أمين أمين. يعني أستاذ محمد، بداية بدنا نتحدث هيك ونرجع يمكن بالذاكر اللي أنا بتوقع وأمير والمشاهدين، يعني كل هاي التفاصيل الصغيرة مش راح تمحاها السنين من ذاكرتك. حدثنا عن الاعتقال بداية وبعد هيك تجربة الأسر يعني بجوانبها المختلفة وبكل ما حملت من ألام ومصاعب عليك. بالطبع بدي أرجع للماضي، من بدايات ما كنت قاصر كنت أتعلم في مدرسة أرطنا الثانية، كان عمري ما لا يتجاوز 17 عام، فلاحظت وشفت العنصرية ولمست على جلدي يعني من التلاميذ اليهود. وغير هيك أنا مؤسس وطنية من قبل جدي الله يرحمه، كان مقاتل ضد الإنجليز، وكان يحدثني دائما عن الثورة وعن العملاء وعن 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 السجون، لأنه اعتقل مرة وبعدها ما قدروا يستطيعوا يعتقلوا. ربى في هاي الأمور. فأول عمل قمت فيه اللي ما انسجنتش عليه، كان عمري لا يتجاوز 12 أو 13 سنة، لأن أنا من مواليد 8/2/51 والحكم العسكري استمر لحد 66، كان الوعي عندي يعني تأسس من صغري وأنا بعد نيافع. فضربنا على الجنود حجار، هذول الصواري بسموهم الخيالة، وهربنا وما انمسكنا، احنا ثلاثة كنا. من هون بدأ النشاط يعني تاعي، من هون بيبدأ إذا بدنا يعني نذكر التاريخ، المسير النضالي اللي أنا بدأت فيها. فلما كنت أتعلم في أرطنة تانية قررت بدي أعمل شيء، وخصوصا بعد نكسة 67 كانت عندنا أمال عريضة من الدول العربية، وخصوصا القائد الخالد جمال عبد الناصر، كان عندنا أمال كبيرة إنه يخلصنا من الاحتلال ومن الحكم العسكري ومن كل المعاناة. فالشغلة ما زبطت وكانت نكسة كبيرة، وأنا ما استسلمتش لهاي النكسة. قلت لازم نعمل إشي إن نشعر عدونا إنه إحنا ما زلنا أحياء والنكسة بتحنيناش، ولازم قاماتنا تظلها مرفوعة. فكتبت منشورات ضد الاحتلال أدعو فيها إلى الكفاح المسلح لمحاربة العدو الصهيوني. ما انمسكتش لأني بكيت لحالي، استشاركت أخرى صديق إلي عزيز علي كثير أصغر مني بسنتين، وكتبنا أخرى مرة منشورات لأنه شفنا ما عملت الصدى. فالمنشورات الثانية عملت صدى وعملت حوار داخل البلد، إشي بأيد وإشي بأيدش، ناس في ناس بطبيعة الأمر بسبب الحكم العسكري وإرهاب الحكم العسكري والشباك اللي كان سائد في هذيك الفترة، فبكوا يخافوا يقولوا هذا بدمر البلد، هذول اللي عملوها بدمر البلد. في الأخير وصلت معلومات إنه إحنا اللي اعتقلوا في البداية مجموعة كبيرة من اللي كانوا نشطاء في الحزب الشيوعي وإلى آخره، واللي كانوا صرحوا في تأييدهم لعبد الناصر. في الآخر استهدوا إلنا، لأنه من حديث لحديث اتوصلوا إلنا، شريكي اكتفوا في التوكيف وطلعوا، وأنا قعدوا معي الشباك وشافوا كداش عنده نضوج فكري ونضوج هذا، فقالوا لي إن لك هذا النضوج. فأنا كنت معهم صريح، قلت لهم كنت أسمع كل يوم صوت العاصفة فتح، وكنت أسمع صوت إسرائيل في العربي بس أكرف منه، كنت أسمع في العبري كل تعليقاتكم، وكنت أحضر محاضرات في المدرسة للضباط من الجيش وأعضاء الكنيست، كنت أقرأ جميع الصحف اليسارية
والصحف العبرية والعربية. قال لي بقولوا ليش ما كتبتش يعني زي ما صحفنا بتقول؟ قلت له انتم صحف ظلم واضطهاد. فقالوا لازم الرب كل عرب اسرائيل فيك. هذول تعين الشبك فوق العشرة قعدوا معي بدرسوا بعقليتي. قلت له ربي اللي بتربي انا بتقدرش تربيني لان انا بعرف طريقي وماشي فيها. انطوني سنتين حكم اكبر مادة تعطيني 6 أشهر. لاني قاصر اخرى وبعدين منشورات مش تابعه لاي تنظيم هاي مبادره ذاتيه. فاعطوني سنتين قضيتهم في تلمود. في تلمود استمر نشاطي. كنا مختلط ايامها مع المدنيين العرب واليهود فصار صدامات مع اليهود والعرب. اضربت عن الطعام لحالي ما حدا رضي يضرب عن الطعام. وجهت رساله للاتحاد هربت عن طريق الزياره لصحيفه الاتحاد. صحيفه الاتحاد وانا قارئ كثير لجريده الاتحاد والغد والجديد كانت منبر في ايام ما حدا كان يجرأ يشتريها. فانا كنت عندي عناصر التحدي وعن وعي مش يعني عن عباطه. فوديت لجريده الاتحاد نشرت الاوضاع. اجى مدير السجن اللي هو عنصري بامتياز يعني لما انا عمل معي مقابله قال لي شو بدك تشتغل؟ قلت له انا بدي اشتغل نجاره لأني تعلمت إنجارة في كفر كرع وفي أرتنا تانية. قال لي روح على سوريا تعلم إنجارة. قلت له أنا مش موجود في سوريا أنا موجود في وطني. بدك ولا لا؟ هس أجى على الساحة قال إحنا حبينا العرب واليهود يلتقوا مع بعض ويعيشوا مع بعض. أنا وقفت له قلت له مش صحيح أنت إنسان كذاب أنت إنسان بالزيف الواقع وأنا بحكي عبري مليح لأني كوني تعلمت في مدرسة يهودية يعني بقدر أدي رسالتي كما يجب. بالفعل فخنكوا إشي ونتيجة هذا الإشي إضراب شخص واحد نكلونا على كسم لحالنا العرب. هسا جابونا 4-5 عناصر من عند اليهود اللي كانوا اضطهدوهم أبناء جلدتهم. يوم الأيام أجت زيارة عنا من بلديات كريات شموني وعدة بلديات يهود واستغربوا إنه في بيننا في يهود. هاللي بيقولوا أنتوا يعني عايشين مع العرب وإشي بيسألوا اليهود. أنا نطيت جاوبتهم قلت لهم ارجعوا للتاريخ أيام حكم العرب في الأندلس وفي كتاب تكوفات زهر الفترة الذهبية شوفوا شو بيحكوا عنه العرب المسلمين كيف كانوا يتعاملوا مع اليهود. بالفعل هذا الإنكار بس إحنا أصحاب الوطن وإنتوا بتضطهدوا فينا وماخذين كل حقوقنا ودائما بتقولوا عنا إرهابيين. فقالوا بنتمنى يصير سلام. قلت لهم عمره ما بصير سلام. إنكار الإسرائيلي للواقع مستمر والتاريخ عفاف أيضا بعيد نفسه حتى في هاي الأيام. رح نحكي سيد محمد أكثر عن تفاصيل وحيثيات الأسر والظروف أيضا الداخلية في كل ما يخص السجون والمعتقلات الإسرائيلية. بس اسمح لي أنقل الخط الهاتفي حاليا حيث بتنضم إلنا المحامية سحر فرانسيس مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. صباح الخير ست سهر. سحر صباح الخير. يعني في البداية خلينا نتحدث عن التقارير اللي بتصدرها مؤسسة الضمير الحديث عن الانتهاكات الإسرائيلية فيما يتعلق بالأسرى والأسيرات والأطفال أيضا في الأسر الفلسطينيين. كيف بنقدر اليوم نطبق القوانين الدولية في السجون الإسرائيلية؟ طبعا بالبداية دعني أوجه تحية لكافة الأسرى السياسيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بذكرى يوم الأسير الفلسطيني. وطبعا الانتهاك الأول الصارخ ونقل كافة الأسرى إلى داخل دولة الاحتلال من الأرض المحتلة إلى داخل دولة الاحتلال هذا يعتبر نقل قسري وجريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة الملزمة لدولة الاحتلال عمليا والتي لا تعترف دولة الاحتلال بانطباقها منذ العام 67. وطبعا هذه الجريمة تدخل في نطاق صلاحيات محكمة الجنايات الدولية. طبعا الأسرى موزعين على كافة السجون معظم السجون في داخل دولة الاحتلال باستثناء سجن عوفر الذي يقع في الأرض المحتلة ولكن أيضا تفرض مصلحة السجون على الأهالي الحصول على تصاريح أمنية لدخول لزيارة الأقارب في هذا السجن. فهناك سياسة العزل هناك سياسة العقوبات التي تفرض بشكل يومي تقريبا من ناحية حرمان من الكانتين حرمان من زيارات الأهل طبعا الحرمان من التعليم الجامعي بشكل مطلق
منذ العام 2012 حين قررت المحكمة العليا إنهاء هذا الامتياز الذي منح للأسرى السياسيين الفلسطينيين، عدا عن الظروف الصحية، الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج كما يجب في الوقت المناسب، وطبعا التعذيب وهو من أهم الانتهاكات التي يتعرض لها كافة الأسرى خلال مرحلة الاعتقال والتحقيق. نعم، يعني سحر، من كل هاي موضوع الانتهاكات وعدم تطبيق القانون بشكل يعني منصف تجاه الأسرى والأسيرات وحتى الأطفال والقاصرين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، يعني تعال نحكي عن نشاطات مؤسسة الضمير، يعني كيف بنسعى اليوم لأنه نطلق أعلى وأعلى هاي الصرخة بهدف يعني تقديم هذه الأمور من خدمات صحية، من حق في الزيارة، من كل الجانب الإنساني أيضا والتعامل الإنساني مع الأسير. طبعا مؤسسة الضمير هي واحدة من عدة مؤسسات حقوقية فلسطينية تعنى بقضايا الأسرى. نقوم بشكل أساسي بتقديم الدعم القانوني من ناحية تمثيل هؤلاء الأسرى أمام المحاكم العسكرية وأيضا المحاكم المدنية، ولكن من ناحية الانتهاكات أيضا هناك شق بالإضافة للشق القانوني من ناحية تقديم الشكاوى إن كان محليا وإن كان على المستوى الدولي من خلال استخدام آليات الأمم المتحدة مثل المقررين الخاصين ومجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي. هناك حملات الضغط والمناصرة كما حملة لا للاعتقال الإداري التي تقودها مؤسسة الضمير منذ عدة سنوات، وخاصة الآن حيث هناك أكثر من 430 معتقل إداري مضربين عن التوجه للمحاكم العسكرية كنوع من الاحتجاج على سياسة الاعتقال الإداري. نحن نحاول أن نوصل هذا الصوت ونتواصل مع الجهات الدولية الرسمية، وأيضا نقوم بمراسلة محكمة الجنايات الدولية من ناحية تزويدها بالمعطيات الخاصة بالجرائم التي ترتكب من قبل الاحتلال وتدخل ضمن نطاق صلاحية هذه المحكمة فيما يتعلق بقضايا الأسرى طبعا. ونحن شركاء في الشبكات المحلية الخاصة بمؤسسات حقوق الإنسان كمجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وشبكة المنظمات الأهلية، وبالتعاون مع المؤسسات الأخرى مثلا اليوم هناك نشاط خاص بيوم الأسير نشاط جماعي دعا إليه المجتمع المدني الحقوقي في الأرض المحتلة. يعني ست سحر، لما نحكي عن ظروف صعبة بالفعل في السجون الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين، لابد أنه كمان نحكي عن قرابة 60 أسيرة امرأة في السجون الإسرائيلية. شو هي الظروف الصعبة اللي بالفعل بتواجه النساء من الأسيرات؟ طبعا كما ذكرت عدد الأسيرات هو ما يقارب 60، أحيانا 62، يتعلق بالاعتقالات اليومية موزعين على سجنين رئيسيات الدامون وهشرون، وفي كلا السجنين هناك ظروف صحية عامة صعبة، طبعا ظروف حياتية للغرف لأن الغرف هي سجون قديمة فلا توجد تهوئة كافية ولا هناك رطوبة خاصة الآن في الصيف، وهناك إهمال في تقديم العلاج الطبي في الوقت المناسب، وهناك نوع من الاكتظاظ أحيانا. ولكن من أشد المعاناة والانتهاكات هي البوسطة ونقل الأسيرات من وإلى السجون وإلى المحاكم، هذا يرافق بإساءة معاملة، بمعاملة حاطة بالكرامة، بسفر طويل في ظروف باص صعبة جدا، مرافقة بمسبات وألفاظ نابية، أحيانا يقوم باستخدامها الجنود المرافقين طبعا بهدف إذلال وتحقير وتضييق، طبعا سياسة التفتيش العاري أحيانا. مؤخرا وفي الأسبوع الماضي حين زرت سجن هشارون كان هناك تطور بمحاولة إدارة السجن منع الأسيرات القاصرات من تلقي التعليم، طبعا كلنا يعلم أن هناك قانون يلزم دولة الاحتلال بتوفير التعليم لكافة الأشبال دون سن 18، ولكن للأسيرات تحديدا منذ 6 شهور المدرسة الخارجية لا تحضر للسجن، فتقوم إحدى الأسيرات السيدة خالدة جرار عضوة المجلس التشريعي بتوفير التعليم للقاصرات لتحضيرهم لامتحان التوجيهي، وطبعا كان هناك أيضا ترتيب
دورة حول واقع حقوق الإنسان والاتفاقيات، خاصة ما يتعلق باتفاقيات حقوق الطفل والتمييز ضد المرأة وما إلى ذلك. فاحتجت إدارة السجن وحاولت منع مثل هذا النوع من التثقيف والتوعية والمساندة للأسيرات القاصرات، فكان هناك خطوة احتجاجية من قبل الأسيرات بإغلاق القسم وإرجاع وجبة العشاء. فتم التفاهم مع إدارة السجن أنه يجب إعادة المدرسة الخارجية بأسرع وقت، نأمل أن تحل هذه المشكلة. ولكن هذا يعكس سياسة منهجية في كافة مصلحة السجون، هي التضييق على الأسرى والأسيرات والأطفال خاصة في كافة جوانب الحياة، خاصة الأمور التعليمية والتثقيفية ومساندة هؤلاء الأسرى للخروج من هذه التجربة الصعبة بروح معنوية وكرامة، حتى يستغلوا ظروف الاحتجاز من أجل كسر الروح المعنوية وصهر الوعي لكل معتقل فلسطيني. مبارك جهودك ونشاطاتك، وشكرا لمداخلتك القيمة معنا في هذا الصباح سيد سحر فرنسيس، المحامية ومديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. ونعود لنستكمل حوارنا مع ضيوفنا أمير في هذا الموضوع. بالفعل، وانضمت لنا في هذه اللحظات المحامية عبير بكر الناشطة في حقوق الأسرى. صباح الخير. صباح النور. يعني هيك لما بنحكي عن وضع الأسرى في السجون، سمعنا حاليا من تجربة السيد محمد، وسمعنا أيضا من السيد سحر. طبعا لو عندك أي إضافة من خبرتك في التعامل مع القضايا الحقوقية اللي بتتعلق بملف الأسرى، أو كمان ست عبير بدنا نحكي شوي عن الأسرى اللي بيقضوا أكثر من 20 و30 سنة في السجون الإسرائيلية، شو وضعنا القانون اليوم؟ أولا من ناحية النسب، عدد الأسرى الأحكام هي مؤبدات، نبلش من هون. المؤبدات بمعنى مؤبد مفتوح. مؤبد مفتوح يعني مدى الحياة، غير محدد بعدد السنوات. حوالي 10%، الإحصائيات دائما تقول حوالي 10% من مجمل الأسرى الفلسطينيين محكومين مدى الحياة. الآن قانونيا بالإمكان لكل سجين موجود داخل السجن أن يتوجه وأن يطالب بتحديد حكمه. الآن عادة مين اللي يحكم عليه مؤبد؟ يعني تعال نفترض مؤبد واحد، لأنه الفلسطينيين مش مؤبد واحد، ومرات على الواحد في عندك 68 مؤبد. يعني أنه يقولوا له بدك تفوت على السجن، مش رح تطلع طول حياتك، لذلك دائما متوقع الصفقات هي اللي تحرك. يعني حتى لو صار في تبرئة بملف من الملفات، فبعد عنده أحكام ثانية ما بيقدر يخرج من المعتقل. ولكن بدي أخذ الشريحة الأولى اللي هي مؤبدات، مؤبد واحد. أنا أعالج أيضا قضايا لسجناء مدنيين اللي هن قتلوا وقاموا أيضا بأعمال اللي هي تعرف أعمال خطيرة وقتل. ولكن أمام هذا السجين الفرق بينه وبين أسير فلسطيني اللي أيضا أدين بالقتل، إذا كان مدني عندي إجراءات مفتوحة وسهلة نسبيا ومتاحة لتحديد حكمه قانونيا. بحكيك كمحامية، الإجراءات نفسها، القانون نفسه. فعندك أول إشي غير حسن سلوكه، إذا كان في نفرض شارك بنشاطات معينة تعليمية اجتماعية داخل السجن، إذا في توصيات عنه من داخل السجن، وحتى السجناء اللي كان اللي حاولوا الهرب من السجن وهربوا. كان في عندي سجين مدني اللي مرتين هرب من السجن، استطاعت بعد محاولات عديدة حدد حكمه. يعني زي اللي بيأمنوا انه لهاي الفئة من السجناء يحق لها انه على الاقل يكون عندها امل في انه يوما ما سيطلق سراحها. وبالفعل في اشخاص اللي اليوم، قبل اسبوع كنت مع واحد اترفعت عنه، ضل له سنه من 33 سنه مدني هو. ولكن الفرق انه مع الأسرى الفلسطينيين التصنيف الامني يضع امامك هذا الحاجز القانوني، حتى في انك تحاول تسهل عليه قضيه تحديد حكمه، انه يعرف بلا انا محكوم مدى الحياه، بدي اترك موضوع الصفقات جانبا. طب انا بدي اعرف انه تاريخ ممكن اطلع، ممكن اشوف العيله، اعطوني تاريخ. وهذا يؤثر ايجابي على نفسيه الشخص طبعاً. اليوم يوم هذا غير متاح للأغلب. استطعنا قبل سنوات بخطوة اللي هي أيضا نتاج عمل كمان سياسي وكمان قانوني بتحديد أحكام بعض من الأسرى القدامى اللي هن مواطني الدولة، اللي هن دائما بنقول الأسرى القدامى الأسرى 48،
ولكن هاي أنا لا أعتقد أنه بالمتاح وبالإمكان الآن بالظروف الحالية بالتوقيت الحالي وطبعا المناخ السياسي السيء جدا الموجود أنه نقدر نحدد صحيح. لأي فلسطيني حكمه. زي أنا بس أطلع على هذيك الفترة عم يعني نحكي قبل 6 سنوات أنا يعني وليد دقة وتابعت قانونيا ملفات انا وهذيك الفتره كنا نحس انها كثير عاطله هذيك الفتره فقصة اكثر واكثر بس اطلع بقول ولاو كيف قدرنا اصلا نحدد لهي الفئه احكامها يعني وليد دقه مزبوط صار له سنوات عديده داخل السجن 33 سنة ولكن على الاقل انا بعرف كمان 4 سنين حاليا 4 سنين ما بعرف في عنده حكم اضافي بسبب شغل صغير مؤخرا ولكن بعرف انه هو لسناء زوجته في امل بيعرفوا انه بهذا التاريخ اكيد رح نكون مع بعض إيه لا للأغلب لا أغلبهن لا وحتى مرات في قضية الإفراج المبكر يعني تناقض واضح يعني بتعامل الإسرائيلي والقضاء الإسرائيلي مع الأسرى بالتحديد وهات نقول السجناء الأمنيين إذا بدنا نحكي بلغة الإسرائيلي لما ليور أزاريا يقتل فلسطيني التعامل معه مختلف تماما التعامل بدأ من مرحلة الاعتقال وحتى تعرفوا شو التفاف جماهيري طبعاً. أنا حينما الآن خدوا أي شخص بدعم الشيخ نفرض رائد صلاح في أسره هو تحت بيكون تحت الرادار حتى بمفهوم طبعاً. إنه هذا طبعاً. يدعو للتحريض طبعاً. وهذا بتماثل معه على أعمال وهيك على المحل بحطوك بهاي الخانة بينما عندك دولي تقريبا كامل اصطفت وراء عمل قتل ومتلفز موثق صحيح موثق فانت كمان انت بتلاحظي حتى التضامن لما بتعرفي شو شرعي انا بحكي انه شرعي بدك تتضامن مع شخص بازمته سواء ازاريا ولا غير ازاريا شرعي للبني ادم يشوف فيه انه انا بدي اتضامن معه المشكله مش بتكون بشرعيه التضامن المشكله بتكون انه الدوله تتعامل بالشرعيه ايضا بشكل انتقائي بمعنى انتم مفهوم انكم بتشوفوه وكانه الطفل مش هيك سموه الشاب شاب الدوله وفجاه بطل مجرم فجاه ما قام فيه صار امر اللي فيه فلسفه من وراءه بينما اي محاوله لانك تتضامني مع ازمه اسير داخل السجن بحطك بمحل يعني عرضه لمساءله تصير مشبوهه طبعا واكثر من هيك عبير تحدثنا سابقا اذا بتكت باليوم ستاتوس في الحيز الافتراضي على الفيسبوك تضامن مع الاسرى حتى ككل مش مع شخص او حاله عينيه ممكن ان تتعرضي للتحقيق ولمساءله وتتهمي بالتحريض استاذ محمد لحتى ايضا نسمع تعليق عبير القانوني على هذا الموضوع نحكي شوي عن الجانب الانساني يعني اعوام عديده في الاسر الخدمات الصحيه عندما يحتاج الاسير لتلقي خدمه صحيه طبيه شو بيكون الوضع زيارات العائله والمقربين كيف كانت تنظم وتقام فعليا خلينا في البداية نتطرق للجانب الطبي تفضل. جانب الطبي سيء للغاية بحصروه بعدد من الحبوب الأكامول وما شابه مسكنات أو مسكنات وبكون هناك مماطلات على أساس أنه المرض يستفحل عند الأسير لأنه ليش بدهم يوصلوا لدرجة يأس فهي درجة اليأس بيستغلوها رجال المخابرات هناك وأنا أحد الناس اللي تعرضت لهذا الإشي لما صار عندي مشاكل في البروستاتا ونزيف في الدم بصعوبة نكلوني على العيادة الدكتور كان عنده شوية ضمير شد عليهم مشان يوصلوا يودوني على العفولة لأنه كلهم حالته خطيرة طلبوا منه مدير السجن مسؤول العيادة إن تعالج في العيادة فالعلاج في العيادة دمار إلي يعني الكلى بتروح كان عندي النزيف مستفحل بشكل فظيع والدكتور قال لهم أنا دكتور في النهاية بقدرش وصى بأنه ينقلوك لمستشفى نقلوني لمستشفى العفولي هناك العذاب هناك العذاب حوالي 2.5 كيسين طالوا دم الله. يعني باك على الحفة أنا الكلى كان راحت عندي بسبب المماطلات بسبب عدم تشخيص المرض بالوقت المناسب كون يقول لا هذا وجع بطن أو هذا بروح أو هذا وكذا فالواحد الأسير بحس حاله يعني بحالة رهيبة مش زي برا بيفضل الواحد يتنكل لأي مستشفى هناك فيش خيار في النهاية نكلوني على العفولة بكت حالتي خطيرة جدا بعدين شخصوا المشكلة الأساسية وقعد 4.5 أشهر وأنا حامل الكيس البول في الساحة ألف عبين ما كرروا لي عملية في حالات من هذا النوع هل كان يتم إعلام الأهل أو العائلة؟ العائلة أصلاً بتعرف أنه خلال زياراتها إلي
يعني ما في إعلام في العفولة يبدأ مباشر بمنعوا أي إنسان بخصني أو ما بخصني يجي يزورني في العفولة. بعدها الأطباء قالوا لهم لازم يمشي، بصير قباض عند البني آدم. صحيح. وهذا أشد أنواع العذاب. هسا بعطونا نوع من الزيوت، بس هاي الواحد بصير راجع منها. ففي الآخر اتفقوا أن يودوني على مراش. تعرف شو معنات مراش؟ إذا بوسطة عادي شو اسمه ترانزيت بشكل مباشر بأخذوني إشي ثاني، أما إذا بوسطة عادية فبدي حوالي 10 ساعات. يا الله. يعني معاناة، كل سجن بوقف عليه. هسا في حالتي أنا نكلوني على مراش، وهناك في مراش حالة المرضى رهيبة، إشي مقطوعة إجره، إشي مصاوب بإيده، وهذا إشي مشلول كلية على التخت. في واحد يعني خالد الشويش شاب من قرية كمبر لواء حيفا، واليوم في الفارع من اللاجئين، اغتال 11 مستوطن. أبو عمار كان يطلق عليه رامبو فلسطين في مواجهات عسكرية، أكل رصاص بظهره، كل إجريهم مشلول على التخت كل الوقت، وهي إيده برضو مصابة، يعني حالة مأساوية. وغير وغير عندهم حالات سرطان. هذول اللي أنا يعني كثير بعتب على كل عمليات التبادل اللي تجاوزتهم، وهي مشكلة إنسانية، قضية إنسانية بالدرجة الأولى. أستاذ محمد، قبل ما نحكي على زيارة الأقارب، عبير هذا التناقض أو التضارب ما بين التوصيات الطبية وما بين يعني مصلحة السجون أو هاي القرارات التعسفية، يعني حق الأسير المريض بتلقي العلاج، يعني في إشي العقل البشري بيستصعب أنه يستوعبه. أوكي، في نقطة مهمة يعني جدا مهمة أني أوضحها. أولا، وضع الخدمات الصحية في كل مصلحة السجون متدني جدا. الأسرى الفلسطينيين والسجناء المدنيين يعانون من هذا الأمرين، من هذا الموضوع. ولكن ليش الأسير الفلسطيني بيعاني بشكل مضاعف عن المدني؟ مش لأنه دكتوره بيختلف، لأنه باللحظة اللي صار نفرض مع محمد، الأسير السجين المدني عنده إمكانية يفع تلفون بنفس الليلة يقول لأمه خلي المحامي بكرة يقدم لي التماس ضروري أنه أنا إسا لازم أروح على المستشفى. فبالتالي الأجهزة اللي برا وأجهزة الرقابة على مصلحة السجون اللي هي المحامين، مؤسسات حقوق إنسان، بتشتغل بسرعة، فالخدمة ومساعدة السجين بتكون أسرع. بينما مع الأسير الفلسطيني عبال ما يجي محامي، ومين مش شرط كمان يجي محامي، فيش عنده اتصال، دي يستنى زيارته العائلية اللي تيجي، وممكن ما تيجيش زيارته العائلية مرة بالأسبوعين، وعم تحكي على حالات طارئة. لذلك السؤال كان جدا في محله، هل بعطوك إمكانية تحكي مع أهلك تخبر؟ لأنه أنت مشكلة السجون مع الأسرى الفلسطينيين أنه بيكون في خروقات، نفس الخروقات ممكن تكون مع المدني. المدني لديه الإمكانية أنه يعالج أسرع هاي الخروقات، يوصل الموضوع للمحكمة. وأنا بشت أنا بعرف إيسا، ممكن على المحل يجيني تلفون من سجين اللي عنده إمكانية يحكي، واللي اسمع إسا بدهم يقولوني على السجن معين اللي هو كتير بعيد عن أهلي، زيارات عائلية، بدي إسا أمر من المحكمة يمنع. على المحل أنا بشتغل. بينما الأسير الفلسطيني لا توجد أي رقابة على ما يجري معه، وكل الأمور أنا بسمعها يعني وكأنه بأثر تراجع. يعني هو بيقول لي إيش صار معه قبل شهر بالشكل اللي أنا ما بقدرش بعد أعمل أي شيء. هاي المشكلة المصرية، واللي هي طبعا سببها تقييدات التواصل مع العالم الخارجي مع الفلسطينيين. هاي لب الموضوع. ولو انه على الاقل يسمح للاسير محادثه تلفونيه بهيك حالي مع محاميك، بديش مع العيله، مع المحامي، مع اللي بيقدر يساعدك، تعرف، مع الطبيب الشخصي اللي ممكن يحكي. لا، حتى هاي الامور الاستثنائيه معدومه. وانا بفكر هون احنا اخفقنا، ايضا اخفقنا كمحامين، اخفقنا كمؤسسات، انه ناخذ هذا الموضوع المركزي ونستهدفه، نستهدفه بمفهوم انه نضلنا نراكم بالمحاكم قضايا اللي نبرز فيها الاهمال اللي صار، واللي سببه انه هذا الاسير لو انه استطاع ان يتصل مع المحامي او الاهل لكان وضعه كان افضل، وكان لازم دعاوى قضائيه حتى اضرار مصاري، يعني يكون في تعويضات. انا بفكر انه لازم يتلاح هذا الموضوع على هذا المستوى. بالفعل. خلينا ننتقل عفاف المشاهدين حاليا مره اخرى للخط الهاتفي، حيث ينضم الينا الان المحامي جواد بولس، رئيس الدائره القانونيه في نادي الاسير الفلسطيني. سيد جواد، صباح الخير.
صباح الخير. في هذا الحديث وفي الحديث بالتحديد عن شرائح مختلفة من الأسرى الفلسطينيين، هذه التجارب القاسية التي نستحضرها ربما في هذا اليوم بالفعل المميز، والتضامن مع كل أسير وأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلية. خلينا نتحدث عن أسرى القدس وخاصية وضعهم في السجون الإسرائيلية. نعم، يعني بهذا اليوم عمليا فلسطين تتذكر ميدان الاشتباك الدائم الوحيد عمليا بين الاحتلال، يوم الأسير الفلسطيني، وليس فقط يوم للذكرى والوفاء لهؤلاء الذين ضحوا بأغلى ما عندهم بالحرية من أجل فلسطين واستقلالها وحريتها، ويوم أيضا للتذكر بأن ما دام هنالك احتلال فسيبقى وستبقى حركة أسيرة. أقول وقلت دائما الحركة الأسيرة هي إفراز طبيعي لوضع غير طبيعي، الغير طبيعي والاحتلال والوضع الطبيعي والحركة الأسيرة. القدس وعرب 48 والقاصرين والنساء والمرضى كلها فئات نحن في المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى نلقي عليها الضوء بشكل خاص لبعض الميزات التي تتعامل معها أصلا سجون الاحتلال مع هذه الفئات، فسواء كان معتقلي القدس أو القاصرين أو النساء أو الإداريين أو المرضى كلها فئات من حين إلى آخر نسلط عليها الاهتمام كي ينتبه العالم بهذا الكم الهائل. القدس دفعت أثمانا في السنتين أو الأكثر الأخيرتين أثمانا باهظة من العنف الإسرائيلي، وبعضه تأتى بمحاصيل كبيرة من الأسرى، وبعض هؤلاء أو معظم هؤلاء كان من القاصرين وتحت الجيل القانونية. فالأوضاع مزرية كما يجيء في تقاريرنا الدورية، والحقوق تسحب والقمع يزداد، وهذه المعركة التي بدأت عام 67 لن تنتهي باعتقادي إلا كما قلت عندما تزول أسباب هذه المقاومة للاحتلال التي تفرز هذا الكم من المعتقلين. سيد جواد، لنتحدث أيضا عن كل قضية الاعتقالات الإدارية اللي أيضا في السنوات الأخيرة يعني زادت نسبتها وبالذات ما بين الفئات الشبابية، شو بتقدر تفيدنا في هذا الموضوع؟ يعني منذ بداية هذا العام إسرائيل قامت باعتقال حوالي 1900 أسير، هذا كم هائل. 1928 من بداية العام حتى نهاية آذار، من بين هؤلاء كان حوالي 370 قاصر و 36 سيدة امرأة وفتاة. هذه أعداد مذهلة في وقت عمليا قصير جدا. الإداريون يتراوح أعدادهم اليوم بين 450 ل 500، الأعداد متحركة بسبب اعتقال البعض والإفراج عن البعض وما إلى ذلك. عدد الإداريين بهذه المئات هو عدد استثنائي. للتذكير فقط، المعتقلون الإداريون أعلنوا منذ أكثر من شهر ونصف خطوة مقاطعتهم للجهاز القضائي الإسرائيلي بشقيه العسكري والمدني كخطوة احتجاج على النهج الذي انتهجته إسرائيل في السنوات الأخيرة من اعتقال هذه الأعداد ومن إعادة اعتقال العشرات لسنوات طويلة. في الأسر يوجد بعض الإخوة الذين عمليا قضوا ويقضون حتى الآن أكثر من 10 سنوات في الاعتقال الإداري، بما مجموع 10 سنوات تخللتها فترات إفراج قصيرة جدا لم تدم أكثر من شهر شهرين 3 شهور. الاعتقال الإداري وإن كان قد سمح من خلال القانون الدولي لأي سيادة أن تمارسه، ولكن أن تمارسه بشروط تعجيزية. المجتمع الدولي قال لتلك السيادة لتلك الدولة لا تستطيعين حجز حرية بني آدم أيا كان من دون أن يحقق معه، من دون أن يعرف
أسباب الاعتقال من دون أن يواجه ببينات هذا الاعتقال، وأن يدافع عن نفسه في محكمة نزيهة، وأن يحاول تفنيد وضحض الادعاءات التي ضده. والاعتقال الإداري يواجهه الفلسطيني ومحامي هذا الفلسطيني من دون أن نعرف ما هي التهم، ما هي البينات، وإلى متى. أبشع ما يمكن في هذا الاعتقال وهذا الجهل، هذه الحرب ضد طواحين الهواء، ضد الأشباح. وأبشع من هذه البشاعة أن الإداري لا يعرف متى قد يفرج عنه، وأن إذا أفرج عنه هل سيعاد أم لا. بالفعل، وهي معضلة بالفعل أستاذ جواد. سؤالي لك في الختام، كرئيس للدائرة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني وكمحامي، تتعامل بشكل يومي مع هاي القضايا للتحديات اللي بتواجهها بشكل يومي، إن كان من خلال جمع المعلومات والتعامل مع قضايا مبهمة ربما كالاعتقال الإداري. يعني من يؤمن بأن هذه الرسالة يجب أن لا ييأس. نحن نمارس هذه المهنة، أنا على الأقل منذ أكثر أو حوالي 4 عقود، لم آتي إلى هذا الميدان يعني آملا بأن أحصل العدل من محاكم الاحتلال، لكن الوظيفة الأساسية هي أن نكون إلى جانب هؤلاء الأسرى ومع عائلاتهم، والأهم أن نشهد على ما تقوم به أجهزة السلطة سواء التنفيذية أو القضائية، لكي نحاول في عمليا تغيير هذه السياسات وفضح هذه السياسات واستجلاب الضغوط على إسرائيل بأن تقوم عمليا بالامتثال إلى قواعد القوانين الدولية بداية، والقوانين الوضعية الإسرائيلية من ثم، لأن هنالك أنظمة يجب أن عمليا تنظم العلاقة بين الآسر والمأسور حتى وإن كان فلسطينيا يقاوم هذا الاحتلال. رئيس دائرة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس، شكرا لمداخلتك القيمة معنا في هذا الصباح. إذن مستمرين عفاف في رصد معلومات أكثر عن هذه التجارب في هذا اليوم الخاص لنا كشعب فلسطيني للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين والأسيرات أيضا في السجون الإسرائيلية والأطفال القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. برجع لك سيد محمد للحديث أكثر عن تفاصيل وحيثيات التجربة، وخلينا هاي المرة شوي نحكي أكثر عن الظروف وبالتحديد عن الزيارات في السجون. طبع الزيارات تتخللها صعوبة كبيرة، وخصوصا عند المتزوج، ما أنه يملك امرأة وأولاد، كديش بيعانوا أثناء الزيارة من تفتيشات مذلة ومن مشاوير صعبة طويلة. وعادة سلطات السجون منذ أن أنشئت السجون الصهيونية لحد اليوم تتعمد بأغلبية سياستها أنها تبعد الأسير لسجون بعيدة جدا، مثل أمثال عديدة، مثل وحتى ناس مرضى يعني ما بفرق عندها، زي صالح أبو مخ باكا الغربي، زي وليد دكة بنقله فيه من سجن لسجن، زي كريم يونس، زي إبراهيم أبو مخ، زي كثير يعني أسرى، محمود عثمان جبارين، كل الأسرى بدناش نعد كثير لأنه الحالة هي وحدة. فأهليهم بعانوا معاناة كبيرة في أيام الشرد، الشمس بتحرقهم، هم ساعات من الانتظار. في أيام البرد الصقيع بيخترق عظامهم، هم مشان يكحلوا عينيهم في أولادهم لثلث أرباع الساعة، ومرار بتم اقتناص بعض الدقائق من هاي الزيارة. فالإشي النفسي الصعب إنه الزيارة في حاجز، في حاجز بلاستيكي يفصل ما بين الأسير وزواره. هاي من ناحية واحدة، هذا بشكل عامل نفسي، أنت بتشوف أولادك أو مرتك أو زوجتك أو أمك أو أبوك المسموحين على الزيارة أو خواتك، بتقدرش تسلم عليهم، تحكوا في التلفون، وهذا شيء صعب جدا جدا. فثاني إشي منع زيارة الأحفاد، هاي إشي مؤلم، الإنسان يقعد سنين أحفادي معرفتهم مش
في الصور كنت أشوفهم، وتوجهت للإدارة وقعدت جلسة مع المدير، ناقشت أنا وياه حول هاي القضية، قلت له بس بدي تفهمني أي قانون هذا، شو هالتناقض؟ الجد إذا بكون خارج السجن مسموح له يزور أحفاده، أما إذا الأحفاد خارج السجن ممنوع يزوره جدهم وهو في السجن. كيف هاي بدها تصير؟ ما عنده جواب، بكل أنا برد صغير في هاي الماكنة. قلت له لا، أمرار في السفينة الفضائية أبسط برغي بسقط السفينة بقتل اللي فيها. ما فيش أجوبة. يعني حاولت وغير أنا وغيري 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 على أساس أن الأحفاد يزورونا، ما كان يعني مجال. حتى في إحدى في مشاهد برضو محزنة أثناء أثناء الزيارة، لما بيجي خبر إنه فلان رحل من الدنيا، إذا أم وإذا أبو إذا أخو، وفيش إمكانية للأسير وخصوصا الأسير السياسي فقط مش المدني زي ما تفضلت أخت عبير باكر، فيش مجال يودعه. يعني صار مشهد محزن مع محمود عثمان جبارين من الفحم، في شهر 9 بتحرر، بخلص 30 سنة مأبده 30 سنة، فأمه توفت قبل شهرين أعتقد، أخوته زاروه قالوا له أمك توفت وإشي، كلهم صرخ فيهم ليش ما خلتوهاش بالثلاجة يا الله مشان يودعها. فهون الأسير مش لحاله بيعاني، برضو أهله بيعانوا، أولادته بيعانوا لأنه بفقدوه في أيام الأعياد طبعا وأيام المدرسة لما في تخرج. اللي بتحدث عن هاي الظروف الصعبة بالفعل، يعني بتحدث عن مش عقاب مش بس للأسير عفاف، العقاب كمان العقاب لا ينتهي بالحكم بالفعل، بيبدأ بأشكال جديدة صحيح، وفي أخرى حرب نفسية على الذاكرة طبعا، حرب ثقافية. هنا بيحاولوا يفرغونا من محتوانا النضالي، من محتوانا الوطني، من انتمائنا، بيمنعوا كثير من الكتب إنها تفوت عنا، وهي مصادق عليها وصارت يعني كثير من المرات صحيح. وبأقل حجة بيقطعوا الكتب عنا أشهر. طب نسمع عبير عن الجانب القانوني من هاي الأمور، يعني حتى نبلش مع المطالب الإنسانية، زيارة الأحفاد، الزيارات أساساً مثل ما عم بوصفها أستاذ محمد قديش صعبة أيضاً على العائلة بالوصول بالتفتيش المذل والمهين، ودور المحامي في هذا الموضوع قديش فعلاً بيقدر يأثر. أنا بفكر زيارة الأحفاد على سبيل المثال ممكن بسهولة تحديها بالقضاء، لا أضمن النتيجة ولكن بالإمكان. في أدوات مضمون بالقضاء الإسرائيلي ولكن في أدوات، في أمور بقول للشخص انسى الموضوع، إنه يطلع إجازات بيتي بقول له انسى الموضوع إسا مش راح يطلعوه. بس عبير شو الذريعة، يعني شو الحجة إنه يمنع؟ المحكمة العليا تناولت في واحدة من قضاياها موضوع زيارات درجة تاني، إنه الأسير الفلسطيني يحرم من زيارات درجة تاني وفقط مسموح له درجة أولى. شو يعني درجة تاني؟ درجة تاني اللي هو إشي اللي بتعدى عن كون الشخص أب أم أخت أخ وابن وبنت، هاي الدرجة الأولى، هدول مسموح لك يزوروك. بينما الحفيد هذا يعتبر درجة تاني، والمحكمة العليا قالت بالمبدأ العام لا، ولكن فتحت المجال أمام الأسرة بنفس القرار إنه بشكل عيني تتوجه، أنت بتتوجه بشوفوا حيثياتك، وإذا في منطق قانوني لو شو المنطق القانوني؟ إنه لازم الفرضية إنه الأسير الفلسطيني ممنوع يتواصل مع العالم الخارجي بتاتا، هاي الفرضية. ليش؟ لأنه ممكن اتصاله مع أي شخص من العالم الخارجي إنه يؤدي للتواصل مع تنظيم معين معادي. فأجوا قال ولكن في قضية الإشي الأساسي هو حقه في العائلة، فإحنا رح نسمح له فقط يعني بالزيارة لدرجة أولى فقط، لأنه إذا وسعناها لدرجة تانية ساعتها ممكن كمان أقرباء أولاد عم أولاد خال، وهذا ممكن يزيد الخطورة في التواصل مع تنظيمات معادية. هاي المحكمة صادقت على هذا المبدأ، ولكن بنفس القرار فتحت المجال. لذلك أنا في حالة عينية، إذا وصلت حالة عينية نعم يجوز ويجب إنه نأخذ هاي الحالة وخليهن ييجوا ونحاسبهن. يعني عندي أخذ حالة رشدي أبو مخ، لديه أحفاد الآن، رشدي أبو مخ صالح. ورشدي وصالح فأنا بأخذ، طب هذا الشخص اللي هو مؤبد واللي هو صار له فوق 30 سنة بالسجن ما شافش أحفاده، هي حالة إنسانية اللي لا يمكن المحكمة تقول خلص المحكمة العليا قالت ممنوع درجة تانية يعني ممنوع، لا أنا بأخذها هاي ممكن كمان أعمل بطريقة جدا يعني
مش بس يعني حتى صحفي أعمل منها موضوع دولي لحاله الحالة العينية، لأنه ما في أي منطق ولا يعقل أنه طفل ابن 6 سنين حفيد ما يزورش جده، فيش أي خطورة. شو الجد بده يوصل عن طريق الطفل؟ لنأخذ المنطق الإسرائيلي، شو بلا رشدي أبو مخ يعني إسا دي يترك كل طرق التواصل اللامباشر الموجودة وبيعرفوا وهني عباقرة بالسجن، دي يترك كل شيء وبدي يستنى حفيده ابن 6 سنين يجي عنده عشان يقول له اتصل مع فلان وعلان؟ هذا غير منطقي أساسا. الزيارات مراقبة والحديث اللي بيدور مع أبناء العائلة مراقب. لذلك وإحنا بنقول هون الإشي فقط انتقامي فقط، فيش هاي عقوبة اللي هي إضافية لعقوبة الحرمان من الحرية، وهذا لا يجوز قانونيا لا حسب المنطق الإسرائيلي وطبعا مش حسب المنطق الدولي. بالفعل يعني تفاصيل كتير مهم نسمعها، ما بس احنا نسمعها بشكل يومي عن كل ما يخص ملف الأسرى، ولكن هيك شوية أمل خلينا نأخذ وشوية نفس معك سيد محمد ونحكي عن الوسائل والوسائط بالفعل اللي كانت تعطيكوا شوية هوى داخل السجون والمعتقلات الجافة هاي والقرارات التعسفية داخل السجون. هيك كمان شفنا قبل ما بلش تصوير شوية رسائل كنت تكتبها أو نصوص بنحب نشوفها. شوفها طبعا بنحب، وتحكي لنا شوي اكثر شو كنتوا تقروا بالطبع يعني شو الامور اللي كانت تعطيكوا امل، هاي الامور الصغيره البسيطه. خلينا نبدا من قضيه الاعتقال، بمر عليها بالسريع. قضيه الاعتقال في اللحظات الاولى صعبه جدا جدا جدا، لانك بدك تفارق احبابك واحبابك يفارقوك. هسه انت بعدها في زي احنا سميناها الاسرى العلب الاسمنتيه اللي هي الزنازين، كل حيطانها مدببه. أنا كتبت مقالات عن حطانا مدبب مشان ما تقدرش تحط راسك على الحيط. ثانيا فيش إشي تعلق بشكيرك أو الأشياء اللي معك الخفيفة اللي بيسمحوا لك بيها، لا تملك كلم ولا أي ورقة ولا أي إشي في الدنيا، أنت والضي الباهت الخافت اللي بيعمل بصر، زائد الصمت اللي أنت بتعيشه في ظل هاي الحالة. أنت بتظلك تستحضر في ذاكرتك أولادتك. أنا صارت معي يعني وبتصير مع كل أسير إنه أسبوعين تقريبا ما جوش حقكوا معي، وهي إحدى العوامل النفسية. فأنت بتصير تراجع على وجوه أولادك مشان ما تنساهم، مش وفي حالات حسيت إن بدي أنساهم. فاستحضرت مثلا أحد بناتي كيف كانت تضحك معلش بنفعل لأنه هالأشياء كثير مؤثرة. فكنت أستحضر كل واحد من أولادتي، حتى زوجتي مثلا نادت على حدا من الأولاد منشان كيف كان شكل وجهها لما نادت على واحد من أولادتي. بنتي كيف لما نادت علي أو أحكت لي شغلة قصة بصير أتذكر ملامحها. هذا صعب كثير يعني، اللي بكى يونسني شوي إنه في المحاكم قسم منهم يجي وأشوفهم. هسا الشغلة الثانية اللي بتساعد الأسير هو الرسائل، إذا بتصل من برا بتلك الأسرة كلهم بتجمعوا على الأسير، شويش الساحة من الأسرة اللي بيجيب الرسائل، أجتني رسالة كل أجتني رسالة. وليش الحلو لما واحد بصيله رسالة أو بيجي زيارة مبروك 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 الكل ببارك له، لأن هاي الأشياء البسيطة هي اللي احنا بنتشبث فيها. تاني شغلة زيارة أي محامي، إن هاي برضو بكت تفتح علينا نافذة نشعر ان احنا مربوطين في الخارج. زيارة عضو كنيسة برضو هاي كل اشي هذا بخفف من العوامل النفسية اللي احنا عايشين، رغم ان احنا عنا كبرياء وعنا وعي وعنا قدرة، بس برضو احنا بحاجة لشحنات من هالنوع اللي تخلينا نستمر في حياتنا داخل القصر. زائد انه نتسلح بالقراءة وبالكتابة وبالرياضة. أنا من حد ما طلعوني من الزنازين شهرين قعدت بالزنازين بالطبع بدون أي اعتراف، بس اعتمدوا حسب قانون تامير. الأخت عبير بتعرف شو قانون تامير كديش عنصري ومجرم، أدنوني بشهادة واحد. من حد ما هذا قلت لازم أتغلب على كل هاي العوامل بالرياضة الصباحية، وبكيت أنا جيد لعبة التنس مليح، وبالكتابة وبالقراءة. أي كلمة بتخطر في بالي أو أي موضوع أو حتى عن العصافير أبدعت في الكتابة عنها شعرا وخواطر. عن زوجتي لأنها إلها دور كبير، لأنها بتكون بدور الأم ودور الأب.
هذا بخلاف معاناتها. أنا كتبت أخرى عن زوجات الأسرى ومعاناتهم، بخلاف معاناتها إنها بدها تظلها توفر لي زيارة، توفر لي كانتينة، توفر لي كتب المسموع وكل هذا الإشي، والطارد على المحامية وإلى آخره وعلى المحاكم كل هذا. يعني أنا والأحفاد كتبت عنهم لأنه مهم الأسير يتواصل مع أكبر عدد ممكن حتى هو محروم من شوفهم. فأنا في هاي الشغلة كنت أحاول أسيطر على هاي الحواجز من خلال تواصلي مع أي إنسان حصل على شهادة أو حصل على مرتبة معينة أبارك له، أو إنسان رحل له حدا من الأشخاص بعرفه في بلدي أو خارج بلدي أودي له تعزية. هذا بيساعدك تشعر حالك أنك أنت بتحلك في الفضاء برا. حتى العصافير اللي كانت تيجي تزورنا على الساحة أقعد أتكلم معها، أطعمها من طعامنا، فتفيت خبز وإشي واشعر انها بتربطنا بريحه الطبيعه اللي برا. كل هاي العوامل وعوامل اخرى اللي هي كانت تساعدنا شو اسمه ان على البقاء وعلى التجديد الهمم منشان نواصل مسيرتنا بين حيطان صماء وبين سجنين لئيمين وبين اداره تعسفيه وبين امن بتربص لنا كل الوقت وبحاول يزرع عملاء قديش اكبر عدد ممكن. وحكيت هاي انه كيف حاولوا تجنيد وتجنيد غيري يستغلوا مرضي. فانا قلت له انا بالي انه انت منادين مشان تتجند معي، بدك تجندني معك اللي روح يعني بعد بتعلق بصلابه المعتقل. فانا زي ما تفضلت في اول لقاء ما كانتش الاخت عبير، من بطن امي يعني خلقت انسان صلب واعي لقضيتي وواعي شو علي شو دوري وشو العدو اللي قدامي شو بده مني وشو الاستهدافات اللي هو بسعى لها. فالأسير الواعي فيش خوف عليه. مع الأسف التمزق داخل الحركة الأسير، وهون في مقالة الحركة الأسير إلى أين، تمزق الحاصل والصراعات بين حماس وفتح هاي خلت جسد الأسير واهن، وهذا الإدارة بتستثمره بشكل كبير 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 كبير. وهنا بيت القصيد، إذا الحركة الأسيرة بتكونش جسد قوي بتقدرش للتحديات المستقبلية. لأنهم ليش هم مستهدفين الأسر؟ رأس الحرب هم في مواجهة الاحتلال، فهم مستهدفين أكثر ناس. شكرا انك شاركتنا بكل هاي التفاصيل استاذ محمد، واحنا كثير بنقدر تاثرك ودموعك واثرت فينا جدا. عبير نختتم مع حضرتك وسريعا لو سمحتي كمان في هذا اليوم رساله بتحبي توجهيها من تعاملك اليومي وكل الامور اللي بتشوفيها مع اسرانا واسيراتنا البواسل. انا يعني مهم كمان الاخ محمد يعرف انه حتى المحامين اللي بيرافقوا هاي القضايا احنا كمان عندنا نوع من الياس. والامل الوحيد اللي انا باخده دائما بعد كل زياره لاسير، يعني بكون يمكن فايتي اخبره انه ما نجحنا ما اخفقنا، بس القوه اللي باخذها منه كمحاميه اللي المفروض انا اللي جاي مع قوه وانا وهو يعني بالاخر النتيجه عليه، ولكن في نوع من التفاؤل اللي مني وباخده وكانه احنا مستمرين. اخفقنا هاي المره، انا شكرا الشكرا حينما يشكر، والاسرى كثير بشكره يعني بيعرفوا يقدروا كمان انك بتيجي عندهم بيقدروا عملك وبيعرفوا انه النتيجه اللي احنا الاخفاق اللي كان عندنا هو مش نتيجه اهمال مهني، فاحنا كمان عم ناخذ احنا بناخذ امل منهم، وهذا مش شيء مفهوم ضمنا. وكثير الإشي انا بقول لكم لما قبل ما افوت السجن بكون بحالي، وبعد ما اطلع مزبوط بسمع قضايا وبسمع، لكن في نوع انه اولا جبت له راحه اني اجيت والشخص حكى اذا في امور معينه، واثنين هو اعطاني قوه اني استمر في هذا العمل. لذلك طالما العمل متبادل وطالما العالم الخارجي يعني هو بتعامل مع قضاياهن مش فقط الموضوع الانساني، مهم كثير انه احنا انا بزوره لانه حقه ينزار، لانه طبعا واجب علي ازوره، مش لانه والله شفقه ولحاله، مش هيك، واجب علينا نستمر بالتواصل، واجب علينا نضلنا نواكب قضاياهن ونسعى مع كل الياس المحيط. شكرا عبير على هاي المقوله. حاليا بالفعل امير ننتقل لاتصال هاتفي. بالفعل ما بنقدر ننسى في هذا اليوم يوم الأسير الفلسطيني، وهذا اليوم أيضا بيصادف يوم الجلاء السوري، يوم جلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي السورية. للحديث أكثر في هذا الموضوع بننتقل أيضا عبر الخط الهاتفي إلى الناشط والأسير المحرر هايل أبو جبل. صباح الخير. صباح النور. يا هلا. صباح الجولان، صباح سوريا، وصباح هذا اليوم
الرائع جلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي السورية. سيد هايل، يعني في هذا اليوم بالتحديد وبالتزامن مع كل الأوضاع السياسية بالأساس والإنسانية اللي بتمر فيها الأراضي السورية، شو رسالتكم؟ الجلاء اللي تفضل تتحدث عنه كان تتويج لنضالات أهلنا طيلة وجود الاحتلال الفرنسي على الأراضي السورية، وتجسد هذا بجلاء الفرنسيين عن بلادنا. اليوم بتمر المناسبة بشكل حزين أكثر، لأنه سوريا تمر بمشكلة صعبة أو أزمة تطال الحجر والبشر، وبكل أسف في هناك بدل الاحتلال الفرنسي اللي طردناه في احتلالات عديدة تجتمع على الأراضي السورية. عيدنا القادم سيكون بخروج آخر أجنبي عن الأراضي السورية. أستاذ هايل، يعني في هذا اليوم أيضا مهم نسمع من حضرتك، سنويا أيضا تقام نشاطات وفعاليات في منطقة الجولان السوري، شو راح يكون اليوم؟ أوصف لنا يعني ذكرى أو إحياء هذه النشاطات والفعاليات. طيب، يعني مشكل إحنا بالأساس شوي لورا، بعد هزيمة 67 كان في هناك قرار بين مصر وسوريا عدم الاحتفال بالمناسبات الوطنية حتى إزالة أثار العدوان. بكل أسف العدوان موجود، ونحن يعني أعدنا هذه المناسبة بعد انتصارنا على قرار إسرائيل بفرض القوانين الإسرائيلي وضم الجولان. صرنا يعني كل سنة نعيد هذه المناسبة، مناسبة كمان الإضراب. بعد الأحداث اللي تعرضت لها سوريا صار جزء من الناس بيحيوا هذه المناسبة، أنا مش منهم الحقيقة، لأنه أنا بشوف أن سوريا تمر بأوضاع صعبة، بالتالي علينا الانتظار حتى تحسن الأوضاع في سوريا ثم نعود ونحتفل بهذه المناسبة إن شاء الله. اليوم في ناس يعني عاملين احتفال مركزي بقرية عين قنية، لأنه كل مرة بيكون في قرية. ما أنا مش مشارك، يعني ما بعرف شو اللي بده يحصل أو شو حجم المشاركين وعددهم. نعم، إذن سيد هايل أبو جبل الأسير المحرر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من الجولان السوري المحتل. تحياتنا إليك، لكل أهل الجولان ولكل السوريين في هذا اليوم. إن شاء الله بالفعل الأزمة السورية تنتهي وتحرر الأراضي السورية من أي عدوان أو قوات خارجية بتهدد أمن وسلامة المواطن والأرض على حد سواء. قبل إذن ختام هذه الفقرة، خلوني هيك أنهي مع سيد محمد، كان عندك كلمة قبل ما ننهي هذه الفقرة. أول إشي بدي أوجه تحياتي لكل الأسرى الفلسطينيين والأسيرات الفلسطينيات، وكل أسير ضمير وكل أسير بدافع عن الحرية، بتمنى لهم بهذا اليوم الإفراج العاجل، وأن يرجعوا لأحضان أمهاتهم. نعم. وينتهي الاحتلال، نحظى بالحرية الحقيقية وغير المجزوئة. وفي شغلة حبيت أقولها بالنسبة للزيارات والحرمان قبل ما ننهي الموضوع، في إحدى المرات زارتني إحدى بنات، أنا بملك عندي 3 بنات وولد اللي جمعاي إذا شفتوا الله يخليهم، بس أنا بقولوا لي أبو تحرير عاصم البنت وأنا فخور. زارتني إحدى بناتي أماني، بتقول لي يابا وانا اتعلم بالجامعه وانا سايق السياره بكل محل بتذكر شغلي، بدي اسالك سؤال وبنسى، هالمره فطنت، شو الاشي اللي انت بتشتكله اكثر شيء بيجي على بالك؟ قلت لها يابا ما بدي اقول اشياء روتينيه، مشتكي لكم هالشغلات هاي مسلم بيها، ولكن بدي اشرح لك عمق الاشتياق وكداش الحرمان قاتل للاسير. قلت لها بتعرفي نبته الكريس؟ قالت لي اه. قلت لها مشتي انها تكرسني، فتنهدت يا الله يا بابا شو هذا. هسه انا حققت هاي الامنيه لما زرت مع كي لا ننسى، زرت احدى القرى المهجره، مسكت نبته كريس وقرصت حالي ما بتوجع تقلم، بس حسيت بمتعه لاني طبيعه بلادي بهوى بلادي والسماء فوقي مفتوحه،
مش في شبك وفي القمر كنا ما نشوفوش منيح، مزيف، السماء مزيفة من الشباك، شمس غروب الشمس اشتكنا لها بكنا نشوفها نهائيا. مؤثر جدا، حتى الهواء مش هواء طبيعي، مؤثر جدا. كيف هاي الأمور اللي بالنسبة لنا مفهومة يعني ضمنا بالنسبة للأسير تعبر عن الكثير من الأمور. أبو تحرير محمد خلف الأسير المحرر، شكرا على مشاركتنا هذا الصباح في هذا الملف. كمان بشكر المحامية عبير بكر الناشطة في حقوق الأسرى وملف الأسرى أيضا، ويعطيكم ألف عافية.